الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. اليوم وصلنا صفحة 44 صفحة 45 بالكراسة. إن شاء الله اليوم راح نحلهن ونشوف شلون نحلن وبعض المفاهيم أيضا الرئيسية. يعتبرن هذين الصفحتين يعتبرن صفحات مراجعة. هسه راح نجي تمرين اي يقول there is a mistakes in one word in each sentence. يقول انه اكو خطا بكل كلمه, خطا في كلمه واحده بكل جمله. يعني كل جمله من هذين الجمل الثمانيه تحتوي على كلمه بها خطا. underline the mistakes, يقول ضع خط اسفل الكلمه الخطا او الاخطاء. the enter word, شوف هنا ومخلي لك خطا جوا كلمه word. المفروض the internet, the internet, okay. طبعا هذا فائدة شنو؟ connects الانترنت, يربط لنا millions of computers everywhere, يربط لنا ملايين حواسيب في كل مكان. نيجي هاي الثانية علينا, هاي هو حالا الثانية علينا. first, اولا you can, you go on, المفروض you go online. هنا عندي on web, فمكان هاي go online المفروض, إذن خطأ هنا. فتخلي جواه خط to find what you want, تروح online عبر الانترنت حتى تجد ماذا تريد. 3, then you search for a web place. ماكو شيء اسمه web place, اكو web page و web site. okay, web page, web site, إذن هنا عندنا الخطأ. web site, search for a web page أو web site that you are interested in, اللي انت مهتم. You can key, 4, number 4, you can key out an address. ماكو شيء اسمه key out, اكو شيء key in, معناها يدخل العنوان, يدخل عنوانا, ف key in. okay, فهذه عندنا هنا الخطأ, key in, المفروض key in an address if you want to know it, اذا تريد تعرف. When you want to see more about something, إذا تريد تشوف الكثير عن شيء ما, on your screen, على صفحتك, على الشاشة مالتك, just click on it. مو click, click. إذا تريد شيء نقول click, إذا الخطأ هنا مو click, click. إذا عدنا ساعة بالضبط نقول ليه click. 6, I want to search for information. أريد أن أبحث عن معلومات about making cakes, كيف أصنع الكيك. Here is an interesting address. هذا معناه فستان عزيز الطالب. address هذا شنو معناه؟ معناه فستان. احنا لا شو نريد؟ نريد address مثل هذا. address اللي هو عنوان. فهنا شنو هذا الخطأ هنا. okay. now الان scroll up and down. ماكو شيء اسمه scroll up. اكو scroll up and scroll down. اذا هنا كلمة scroll خطأ. to see more web pages. شوفها هنا web places, web pages. okay. وعادي هنا you can say website, موقع إلكتروني. website, web pages, website, موقع إلكترونية, نفس الشيء. okay. الثامنة أخيرا using your house, استخدام الهاوس لو الماوس. أظن أكيد الماوس راح تكون. to touch our touch screen to find what you want is called navigating. بعد ما كملنا هذا الني وطلعنا الاخطاء راح ننزلهن وين؟ اسفل هنا. فاول كلمة عندك كانت enter world, لازم هي شي تكون تقول internet. ثاني كلمة لازم online, لاحظ online. 3, ثالثة website او web page. website, web page. okay, website or web page. okay, website. 4, الرابعة عندك key in, لازم مو key out, لازم key in يدخل. 5, خمسة عندك click on, المفروض click, click on. number 6, address, address المفروض. وعندك number 7, scroll, مو scroll, scroll. واخيرا اللي هي 8, اللي هي المفروض mouse, مو house. okay, mouse, لان house معناها منزل والماوس معناها الفار. كملنا هذا التمرينين اي بي, راح نروح نكمل بقيه التمارين. طبعا عندنا التمارين, عندك هذا التمرين قطعه, هذه قطعه وعليها هذين المفردات, لان المفردات راح احنا ان شاء الله نستخدمهن بهذه القطعه. طبعا بيض معناها الفراش,
فراش سرير. nose معناها الأنف، throat معناها الحنجرة، water معناها ماء، و hot معناها حار، و headache معناها ألم الرأس. when you have a cold عندما يكون عندك زكام أو نزلة برد أو a cough أو سعال، you can feel يمكنك أن تشعر أن يصير عندك نشلة لو قحب، تشعر بالبرد أو الهات أو الحرارة. your temperature أي كلمة مهمة، your temperature درجة الحرارة can be high يمكن أن تكون مرتفعة. you can have a okay a headache من ترتفع درجة الحرارة يصير عندك شنو ألم بالرأس. and have a sore throat ألم بالحنجرة. headache ألم بالرأس و sore throat ألم بالحنجرة. sometimes you feel tired تشعر إنك تعبان. and do not feel like eating وما تحب الأكل okay يعني ما تشعر عندك رغبة بالأكل. you will probably محتملا have a runny nose. runny nose من الخشم يقوم ينزل من عنده لعاب okay أو sorry شو نقول سائل توائل، فهنا نصيح للrainy nose okay مثل ما تلاحظ هنا بهذه الصورة مستخدم chew okay لكلينكس okay كمل. colds are not made better by medicine. إنه البرد الكولد الزكام are not made better by medicine. يقول يعني ما يصير ما يتحسن بواسطة الدواء. your body will stop your body will stop the cold. جسمك هو اللي دافع on the cough by itself. جسمك هو اللي دافع عن نفسه. The best thing to do أفضل شيء إنك تسوي is rest ترتاح or go to bed أو إنك تذهب وين للسرير. Remember تذكر to drink lots of إنك تشرب الكثير من الماء أو sorry من الماء okay our hot drinks أو سوائل like tea مثل الشاي أو الدهني مع العسل. And lemon وعصير الليمون. You should sneeze into a tissue اللي هو هذا الكلينكس to stop other people getting you cold حتى your cold حتى أنت ما تعدي الناس. طبعا هذه الكلمات استخدمناها. راح ننتقل لهذه الصفحة. طبعا هذه الصفحة مثل ما تلاحظ موجودة بها لوك واحنا من عندنا لوك يعني فد شيء مهم وزاري. فهنا ايش عندك؟ عندك the internet the web but a website and address. ها اذا ايش عندي؟ عندي الا هذه والان اللي اخذناهن بالبداية الوحدة الاولى بالبداية الا والان الا والان اضاف لين هسه اضاف لين ذا اوكي صار عندك صار عندك أدوات تنكير هذني وأدوات تعريف ذا. زين استاشين معنى ذا؟ ذا معناها ال التعريف. سامع بال التعريف العربي؟ ذا معناها ال. فهنا شي يقول لك؟ يقول لك ذن الكلمات الانترنت والويب نقول عليها نستخدم منهم ذا. ما يصير نقول أن انترنت أو ويب. ما يصير ما يصير. زين استاشون هسان أنا أعرف شون تلك قبل ايش علمتكم؟ قلت لكم اذا تجي للكلمة اذا بادي بصحيح تخلي ايه واذا بادي بعلة شو تخلي؟ تخلي ان. هسه ذني مفهومات مشروحات سابقا. زين استاذ ذي شون اوكي we say نحن نقول the internet نقول الانترنت on the web شبكة اوكي because there is only one لان بس شيء واحد من عندهم موجود اوكي يعني استاذ اذا بس شيء واحد موجود بالكون نقول عليه ذا اي. you know other words that are like شوف ذن الكلمات مثلهن يعني شيء واحد مثلا the sun الشمس sun عندنا واحدة the moon القمر the world العالم our world عندك مثلا rivers have they مثلا عندك Euphrates الفرات the tigers دجلة فهذني نفس ذني يعني موجود من عندهن. زين استاذ استاذ شوف تهمت من هذا افتهمت اذا عندنا شيء واحد من عنده بالكون اوكي نستخدم قدامه ذا جيد جدا واذا مثلا لا عندنا كثير من عنده نستخدم يا اما ان اذا اجى بعده صحيح ونستخدم ان. زين بعد تقدر تقول لي شلون يجي بالامتحان؟ لاحظ شلون هذه الجمله I am key
in. Okay, I am keying. An address. Low. The address. Low address. فشختار من هذني an low. Okay. أول شيء إحنا الآن ما يصير نستخدمها لأن بعد هنا بيمن بعلة. زين. إيش بقى عندك؟ بقى عندك the والan. بقى the والan. زين. إحنا the إذا عدنا شيء واحد من عنده بالدنيا. زين الأدرس عنوان واحد عندنا لو عناوين مختلفة. إذن عناوين إذن الإجابة راح تكون أن. جيد نروح للنقطة الثانية. I am searching for أنا أبحث for a website and website the website. أوكي فهنا نجي واحدة واحدة. الويبسايت المواقع الإلكترونية كثيرة جدا كثيرة إذن ما يصير ذا. جيد زين صير نخلي أن لا هم يصير ليش لأن بدأت بيمن بدأت بصحيح فتكون الإجابة A website. أنا أبحث عن website. Number three الثالثة عزيز الطالب لاحظ there and a internet. ها أنت مباشرة شفت كلمة internet قول there مباشرة ليش لأن عندنا واحدة من عندها بالعالم. لحد لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم صفحة 45 44 انتظرونا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.